بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 35. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. نواصل بيان ما يستفاد من الآيات من قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، إلى قوله تعالى وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. فمما يستفاد من هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة المطيع، وإنما نهى عباده عن المعصية وعن الكفر وأمرهم بالطاعة لأجل مصلحتهم هم، رحمة منه بهم، فهو يريد لهم الخير ويريد لهم السعادة، ولذلك أمرهم ونهاهم، لا لأنه بحاجة إلى طاعتهم أو أنه يخاف من معصيتهم، وإنما يريد لهم الخير والرحمة بهم. ولهذا قال إنهم لن يضروا الله شيئا، فوالله جل وعلا يقول إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، ويقول سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. والآيات في هذا كثيرة في بيان الحكمة من أوامره ونواهيه سبحانه وتعالى، وفي الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله جل وعلا هو النافع الضار، وهو الذي بيده الأمور سبحانه وتعالى. ويؤخذ من هذه الآيات أن إملاء الله للكفار بتأجيل عقوبتهم إنما هو لأجل الضرر أو الإضرار بهم عقوبة لهم، فهم لما عصوا الله بعد المعرفة وبعد البيان وبعد الدعوة وعاندوا، أراد الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم كفرا لتزيد عقوبتهم. فلا يؤخذ من كون الله عز وجل يغدق النعم على الكفار أو يفهم من ذلك أن الله يحبهم وأنه راض عن كفرهم، بل العكس، إذا رأيت الله ينعم على العبد مع معصيته فاعلم أنه يستدرجه. أما النعم إذا كانت مع طاعة الله فإنها عون على طاعة الله وفضل من الله سبحانه وتعالى. وهذا من كمال حكمته سبحانه وتعالى وقدرته. ويؤخذ من هذه الآيات بيان الحكمة في إملاء الله للكافر وعدم معاجلته بالعقوبة، في أن ذلك من أجل أن الله سبحانه وتعالى لا يريد به خيرا، وأنه لما عصى الله سبحانه وتعالى عاقبه فأملى له وأمهله، ولو أراد الله تخفيف العذاب عنه لعاجله بالعقوبة فيكون ذلك أخف له، ولكن الله يريد أن يزيد في عقوبته، فلذلك مدد له في العمر وأغدق عليه من النعم. والآن نسمع من كثير من الجهال أنهم يقولون بلاد الكفر مغدقة، وبلاد الكفر جميلة، وبلاد الكفر فيها ثروات وفيها أبهات
وبلاد المسلمين فيها فقر، فيها حاجة، وفيها شح في الأمطار والمياه وغير ذلك من المقالات، فيقع في نفوسهم تعظيم الكفار واحتقار المؤمنين، وهذا من جهلهم بحكمة الله سبحانه وتعالى، في أن الله سبحانه إنما فعل هذا بالمسلمين لأنه يحبهم ولأجل مصلحتهم، من أجل أن يخرجوا من الدنيا وقد كفرت عنهم خطاياهم، وأن يخرج الكفار من الدنيا وهم يحملون أوزارهم وخطاياهم، فلله الحكمة في ذلك. ثم أيضا لله الحكمة في أن يصبر المؤمن على ما أصابه فينال رضا الله سبحانه وتعالى، ويبطر الكافر بالنعم فيعاقبه الله عز وجل عقوبة دائمة لا تنقطع، وذلك في الدار الآخرة. يؤخذ من الآيات أن ما عند الله من عقوبة الكافرين في الآخرة أعظم من عقوبتهم في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم، فعقوبتهم في الآخرة أعظم من عقوبتهم في الدنيا، وذلك لأن عقوبة الدنيا مؤجلة وتنقطع، خلاف عقوبة الآخرة فإنها دائمة ولا تنقطع، نسأل الله العافية. يؤخذ من هذه الآيات أنه لا بد من الابتلاء والامتحان حتى يتبين المؤمن من المنافق. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فالذي جرى على المسلمين في وقعة أحد، والذي يجري على المسلمين دائما وأبدا من الابتلاء والامتحان، إنما هو لحكمة عظيمة. وفي الحديث: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. ولولا هذه الابتلاءات لما تبين إيمان المؤمن ونفاق المنافق، ولصار الناس سواء في هذه الدنيا، ولا يميز بين هذا وهذا، فيظن أن العدو صديق ويوثق به. الله جل وعلا أجرى هذا الامتحان من أجل أن يتبين المنافق من المؤمن، حتى يكون المؤمنون على بصيرة من أمرهم، ولا يغتروا بالمنافقين أو يمكنوهم من شؤونهم ومن أمورهم، لأنهم لما انكشفوا عند الابتلاء والامتحان فإن المسلمين صاروا على بينة منهم، فلا ينخدعون بهم مرة ثانية. يؤخذ من هذه الآيات أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلم الصادق من الكاذب في إيمانه، أما نحن فليس لنا إلا الظاهر، لا نعلم الغيب. ولهذا قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، فالناس لا يعلمون الغيب، وإنما الغيب لله سبحانه وتعالى. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.